صاركم حال شباب، معكم شاركيال شركة كيف جاركم فيديو جديد. طبعا شباب فيديو اليوم رجعنا ببوبجي موبايل مرة تانية. اخر فيديوهين حملتهم من اسبوعين تقريبا لببجي موبايل جابوا دعم جدا رهيب، فقلت خلنا نكمل كل اسبوعين ثلاثة اسبوعين نحمل فيديو. طبعا اخر فيديو حملته كان في مثل ايفنت فراعنة نوعا ما، اللي هو جوا الماب نفسه في الغاز حلها وبعدين في بوس فايت عبارة عن مومياء وفرعون وشي من الكلام. فاللي عملوه حاليا انه نزلوا سكنات، خلنا نشوفها مع بعض. سكنات خرافية مثل ما شايفين قدامكم حاليا، اللي هو لازم تجمع القطع. عندنا مثلا الاواعي الاصلية، بعدين عندنا الهلمت، بعدين عندنا اللي فوق الهلمت او عفوا الراس بعدين الهلمت والسلاح واشياء خرافية. فراح نحاول نطلع السكن، ما اظن راح يطلع صعب بس راح نحاول، ولو طلع لنا او ما طلع لنا على الحالتين راح نلعب بعدين جيم مع بعض ونحاول نفوز. فيلا خلنا نبدا. طيب اول محاولة ما طلعنا، طيب كمان ما طلعنا، حظي جدا خرافي. اوكي خلاص كم مرة يعطيني نفس العملة. طيب حظي الخرافي. طيب فكله عطانا اللاكي كوين. اوكي اظن اللاكي كوين فينا نرجع نستعملها لنعمل سبين مرة تانية، فما في مشكلة مرة تانية. يلا لنشوف. اوكي مرة ثانية حظي جدا خرافي، اعطانا فقط اللاكي كوين، فمرة ثانية يلا لنشوف. طيب مرة ثانية نقول بسم الله. طيب ما طلع لنا، كمان 10 لفلفات. ما طلع لنا ما طلع لنا 10 مور. هو اوكي شبه فقدت الامل، بس طلع لنا الهلمت، طلع لنا مو الهلمت، الصقر الخرافي الطائية. اوكي لا طلع لنا شيء رهيب. طب خلنا نكمل تفتيح ونرجع له. والله شبه فقدت الامل بس لا. اوكي يلا يا حظ كمل، يا حظ كمل. يلا نبي الشست، نبي الشست. اوكي ما في 10 مور. اوكي ما طلع لنا شيء، اظن هلا حاليا اخر تفتيحه. اوه ما يمدي نفتح خلاص صح؟ ما يمديني والله، لازم افتح. اوكي فيني افتح الفتحه ب10. اوكي هو اوكي طيب شباب خلصت كل الفلوس اللي عندي وما طلع لي الا الهلمت او الطاقيه. خلينا نشوف العملات الذهبيه شو فيني افتح فيها بالضبط. اوه فيني اشتري بالعملات الذهبيه، بس اللي معاي ما بتكفي اني اشتري اي شيء للاسف. طيب اوكي طلع لنا الهلمت حلو نوعا ما. طيب بعرف انه الهلمت ابدا مو لابع على السكن، بس شو نسوي ما طلع لنا السكن الخرافي للاسف، بس مميز شكله مميز. ما اظن يعني اي واحد راح يشوفني بالجيم لابس الهلمت هيك راح يكون شيء سبيشال، مو نفس باقي السكنات. فاي خلينا نفوت جيم. اوكي شباب فحاليا راح نفوت جيم نحاول نجيب وين، ومعنا راغد او راغد اكس دي او نوب الزومبي. يا هلا والله انت نوب الزومبي. ولا هلا والله شباب. يا هلا والله. شو لابسه؟ ما والله هذا اللي طلع لي، فتحت فوق الكم خلينا نحسب تقريبا 100 باكج وطلع لي هلمت بس. ف يلا ماشي حاله لو. طيب يلا معاك الليدر اقفز. طلع صح يا شباب. لا صح. قبل نتكلم عن اي شيء، كل ما اسوي فيديو العب لحالي سولو اطلع بفوز او اطلع بوين، فلو خسرنا هالجيم معروف السبب من مين. مش حبيبي انت بتلعب ضد بوتات. طيب
طيب انت هلا راح تفوت معي ضد لاعبيه جراند ماستر ليفلك نفس ليفلي دزوما نط انت ساكت نط انت ساكت مين راح يقتل اكثر اسمع راح انزل على مكان اللغز ها اوكي يلا طيب فشباب حاليا راح نفوت نحاول نقتل الناس اللي عم يحلوا اللغز نستغلهم وصار يا شباب في شيء خرافي اللي هو رغيد صار يوتيوبر ايوه يا هلا والله بعالم اليوتيوب رغيد فتح قناه على اليوتيوب او هو اصلا عنده قناه بس حاليا خلاص اشترى الاكويبمنت وضبط اموره وراح يصير يحمل فيديوهات زومبي زيلد وحركات اسمع راح اصير اعلمك الالغاز ونسويها على قناتي تمام لا تفلها بس ف فراح تلاقوا لينك قناته بالوصف روحوا فجروا ام القناه سبسكرايب يا لد هلا كنور عيال كانه كانه ما في حدا بيحل اللغز شو عندي 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 رغيد عندي عندي رغيد 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 هلف 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 يا رجال خلاص ذبحته مش لانه مش لانه بوت وكان رح يقتلني الله يستر ما يطلع بشنا بشر يا باللوت دز تو ما في عنده شيء اصلا بوت يا رجال ما البطات احنا لو سوينا اول خطوه باللوز كان طلع لنا سلاح وهيك وشي مرتب يعني انا سلاحتي حلوه على فكره انت سلاحتك تعبانه ما يشوت جن يا زلمه عندي عندي ناس عندي ناس رغيد عندي ناس شوف شو منطقه مبين يا زلمه لا لا هو بس منطقته مبين بوت طب كلنا خلنا نذبح سكين يا رجال بوت لانك بدك تفنش لا والله انا لما دخلت لما لعبت اخر جيم اوه تومستون 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 بيحكي لوت مين لوت المهم اوكي في بوت تاني ولا هذا انت لا بوت تاني والله بوت وبينحني وبيعمل حركات انا سامع عنا ناس سامع عنا ناس ايوه صوت ماشي سكين سكينة لا ما عندي سكين انا عندي طنجرة ولا لا تعال تعال ليكو ليكو تعال بالنايف بالنايف لا لا اثنين اثنين ما عندي اوح 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 حيشيلني اوه رغيد ما شاء الله عليك دبل كيل حبيبي شو مفكرني دبل كيل على بوتات يا وحش ها بشار وين وين اضطريت اقتلهم يا بشار والله يعني كانوا سكوات كامل عليهم بدي سكوات كامل اوكي بدي نايف يا اخي اخر جيم لما لعبته مع البوتات قعدت اتسلى فيهم قتلت اخر خمسه كلهم سكاكين او مو سكاكين هاي المقلاة قلت لي انا عندي مقلاة ها طيب ليش عم تقتل البوتات بأسلحة يا نوب يا توني خلصت توني انتبهت انه عندي اوه رغيد 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 طنجرة 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 روح يا وحش روح يا وحش ترن 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 ايوه اللي بعده اللي بعده يا وحش يلا يلا روح انا هدمجه شوي ترن 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 وينو قتلته بالغلط والله يلا في واحد غيره واحد ثاني تعال تعال وراي وراي يلا روح يا وحش عم يشيلني ما مالك بعمل لك ريفاي روح يمين يسار يمين يسار ايوه زقزق روح يا خلي لي يا خلي لي يا خلي لي يلا روح تعال يا كلب يا كلب وينه وين انا ما شفت شيء تعال يا خوي يا خوي لا خليه 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 دمشت دمشت روح روح انت نزلت يا يا زلمه نص ساعة هلا لما يدخلونا مع بوتات بيكون الجيم كله بوتات ولا نص نص مشكل لا بكون يعني بكون نحن معنا يمكن يعني بكون الريل بلايرز يمكن 8 ولا 10 حسب مستواك طبعا نحن مستوانا خرافي ان نحن فايتين لحالنا يا اخي انا اوكي انا دائما لما عم العب لحالي اخر فتره عم فوز يعني خلاص صار الوقت انهم يدخلوني مع بشر اوكي تعال تعال هون في واحد اسمع خليلي 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 خليلي
التعليق. ايوه ان شاء الله ما عبلا ان شاء الله ما اوكي ما في اوكي رغيد باقي علينا واحد لازم نشيله نايف. يلا انا عم حل لغز بدي لوت لك عشان اعرف اقتله. بدك لوتها شو يا ابني تعال تعال اصح والله لو في سكين كان ادعسه يا اخي. تعال اسمع سوء سوء انت ادعسه دعس وين في عندك سياره؟ ايوه وين راح يندعس اليوم وينه؟ ادعس ام 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 استنى ارقب جنبك هيك ولا هيك هيك ولا هيك والله خايف هيك. يطلع انسان ويدبلنا يا لا هو هو موجود هذاك هو ايوه قدامك ايوه هذا كانه واقف هيك مش عارف يصير اي سوري 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 لك ادعمو ايوه اكتبو ببجي ببجي ارجوكم خلاص دخلوني ضد بشر ضد بشر خلاص بوتات خلاص ببجي ارجوكم خلاص دخلوني ضد بشر نفسي مرة اسوي فيديو ببجي موبايل العب ضدك هيومن بينج ضدي فا اوكي شباب هو انت بدك عراقيين وسعوديين ولبنانيين وسوريين يجوا هيك يشلوك من اول ما تهبط. ما انا دخلت جيم مع اليوتيوبر ريما ستارز دخلت جيم عملت فيديو معها عندها بالقناه فهي لعيبه كثير ما شاء الله دخلوني مع ناس نفس لعبه مجرد ما انزل وشوف واحد بوشي وزح كله هلا والله السلاقي يسلخني هيد شوت ايوه فجربت لعبهم. اوكي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم للاسف حظنا كان سيء بالسكن طلع لي بس الهلمت بس يعني حلو نوعا ما فاي اتمنى هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر لايك شاركونا بالتعليقات اراكم عن اللعبه واتمنى تشيكوا على قناه رغيد كمان راح تلاقوا لينك القناه بالوصف ويلا نشوفكم في الفيديو الثاني ان شاء الله مع السلامة.